انا مثلا انا في القاهره، هيبقى عندي ماتش في اسوان، وارجع من اسوان ماتش في القاهره، واروح رايح مرسى مطروح. طيب لما يبقى عندي الدوري الممتاز 46 مباراه، يعني هتلعب كل 5 ايام مباراه، طب ازاي انا اروح اسوان وارجع من اسوان وبعدين العب وبعدين اروح مرسى مطروح وارجع من مرسى مطروح؟ مفيش اي دراسه لده. طيب الدراسه الماليه، انتوا عارفين ان تكلفه الدوري الممتاز ب هتبقى اعلى من تكلفه الدوري الممتاز الف؟ ما يعرفوش. طب انتوا خدتوا القرار ده على اساس ايه؟ يعني شايف ان الموضوع ده اتاخد بدون دراسه؟ لا، اتاخد بتعليمات. اعملوا كده. ليه بقى؟ هم مش عارفين، هم نفسهم مش عارفين. لان لو كلمت اي حد فيهم مش هيعرف يديلك اساند ان احنا والله عملنا كذا عشان هنوفر كذا، وفي شرط ده اتحاد الكوره عشان يأيد للانديه في الانتقالات الشتويه بياخد فلوس. يعني اللي عليه فلوس يدفعها. وبالعافيه طب ادفع جزء. طب هنأيد لك بس تبعت كذا، والا مش هنأيد لك تاني. يعني اذا الاتحاد بياخد فلوس من الانديه. فهل الانديه متوقعه ان السنه الجايه الاتحاد هيدي الانديه ال 24 نادي كل نادي مثلا 5 6 مليون جنيه دي مصاريف الانتقالات والمعسكرات بس؟ ايه الحل بقى؟ ايه الحل؟ حل وجهه إيه؟ نظر حضرتك. المشكله واللي انا هقوله لحضرتك ودي وجهه نظري مش معلومه، لان المعلومه دي نفسها مش عند الدكتوره سحر، ان المجلس ده او اللجنه دي مكمله. مكمله ازاي؟ هما مش عارفين هما مكملين، بس انا عارف ان هما مكملين. يعني ايه؟ ما انا عايز اعرف. يعني هو المفروض قرارهم لحد 30/7. لا، مش هيمشوا 30/7. لا، يعني ممكن يبقى يدعو الانتخابات بعد الاولمبياد. مش هيحصل. ليه بقى؟ لان مرتبطين بلائحه، لائحه نظام اساسي. تمام. لائحه النظام الاساسي لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي ما لهاش اي معالم. ومش ممكن تخلص دلوقتي، ومش هتخلص ولا بعد الاولمبياد. اللائحه اللي المفروض الجمعيه العموميه تعتمدها وتطبع الفيفا، يعني الناس اللي متخيله ان في انتخابات 2020 في اتحاد الكره، انا بقول لهم اطمنوا مفيش انتخابات في 2020. دكتور، انت بتقول الكلام ده بمعلومه ولا جاي تضرب قنبله في؟ والله الدكتوره صح نفسها ما تعرفش ان انا بقوله ده. ولا اللجنه يعرفوا كده، ما يعرفوش ان هم مكملين ولا حد يعرف. هم مكملين. انا بقول لك انفراد بقى دلوقتي. انفراد. هم مكملين. والقرار اللي هم خدوه عشان يقللوا الممتاز به من 36 ل 24 ده تاثيره في 2021 مش في 2020. والقرارات اللي بياخدوها عشان يقللوا عدد الجمعيه العموميه تاثيرها 2021 مش 2020. اذا اللي بيحضر للانتخابات واللي بيخليهم ياخدوا القرارات مش عايز تعمل انتخابات في 2020، عايزها 2021. طب احنا سمعنا ان في بعض نواب مجلس الشعب طبعا بضغوط من الانديه هيقدموا طلبات احاطه او حاجات كده في هذا الملف، يعني سمعت حضرتك حد تواصل معاك في الموضوع ده؟ لا، ما يتواصل معايا ليه؟ ما على اساس ان الدكتوره اختي هم فاكرين ان انا هبقى مع الاتحاد الكوره. لا، الناس هتفاجئ انك انت بتهاجم. اذا كان اول ضرر يعني وقع علينا من قرارها نادي النصر، دكتوره سحر اول ما جت خدت قرار ضرت فيه نادي الشمس، ونادي الشمس في نفس اليوم كان عامل لها حفله تكريم لانها برضو بنت الشمس وعلى علاقه جامده جدا باسامه وزيد، استاذ اسامه وزيد طبعا. ويعيني ما تعرفش ان هي نزلت الشمس. الغاء قرارات ثروت سويلم معناها ان الشمس نزل خلاص، ما فيش الدوره الثلاثيه ولا الدوره اللي كان معمول. الاستاذ ثروت عمل ايه؟ اللي كان في دوره يعملوا دوره طرديه عشان يقعد تقريبا منهم اثنين ما فيهم الشمس. الشمس ودمياط وتقريبا بورتو. فخدوا قرار الغاء قرارات ثروت سويلم وراحت تتكرم عادي. الدكتوره ما عندهاش مشكله. وانا وهي رايحه في الطريق قلت لها انت عارفه انت رايحه فين؟ انت رايحه للنادي اللي نزلتيه دلوقتي حالا. واستقبلوها هناك عادي ولا؟ هم لا محترمين. انا بصراحه كلمت قلت له هي فعلا ما تعرفش وهي واحده من ضمن خمسه. يعني اسامه الحقيقه عامل طفره في نادي الشمس حقيقه كبيره جدا. هو كان النهارده عنده افتتاح، كان عنده